السلام عليكم ورحمة الله. موجز من إخباريين من قناة المرابطون، أهلا بكم. يرتقب أن تفتتح يوم غد الاثنين بنواكشوط الدورة العادية الأولى لسنة البرلمانية 2015-2016، ويأتي افتتاح الدورة البرلمانية المرتقبة بعد أيام من مصادقة مجلس الوزراء الموريتاني على قانون المالية الأصلي للعام 2016 هذا، وينتظر أن يكون على جدول أعمال الدورة العديد من مشاريع القوانين بعضها لم يناقش خلال الدورة السابقة. أجل القطب السياسي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة اجتماعه الذي كان مقررا مساء السبت للحسم في الموقف النهائي من دعوة الأمين العام للرئاسة إلى استئناف اللقاءات بين الطرفين. يأتي ذلك بعد لقاءات أجراها الرئيس الدوري للمنتدى أحمد سالم البحبيني مع قيادات في المعارضة، من بينها الرئيس الموريتاني الأسبق علي محمد فال ورئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بيجل والهميد، إضافة إلى رؤساء بعض الأحزاب الأعضاء في المنتدى. قال رئيس حزب المستقبل والقيادي بكتلة الوفاق الوطني محمد والبربص إن المستقبل مد اليد للحوار منذ سنة ولا يزال، لكن ذلك على أساس المشروع المجتمعي الذي يتبنى الحزب. وأضاف والبربص خلال مهرجان بنواكشوط أن المستقبل مقبل على الحوار في حال استعداد الرئيس لتطبيق مشروع الحزب، وفي حال عدم ذلك فإن الحزب كان معارضا وسيبقى. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.